السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة علينا جميعا، وبنهني بنهنيكم جميعا بحلول شهر رجب. إن شاء الله يكون شهر خير وبركة عليكم جميعا وعلينا جميعا. هنتكلم النهاردة عن شيء مهم جدا في العمل الإنساني، وكيف المرء منا يصنع إنسانيته. في الماضي في القرن ال19، بعد بعض الحروب اللي حدثت في سويسرا، نشأت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، ثم كل مؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فيما بعد، اللي عملت منظومة اللي هو اتحاد الهلال والصليب الأحمر. المنظومة دي في الماضي عملت 7 معايير إنسانية. أولها الحيادية، عدم الانحياز، الإنسانية، الاتحاد أو الوحدة، الاستقلالية، التطوع، والعالمية. كتير جدا من الناس بينظروا لكلمة صليب أحمر على إنها مؤسسة تبشيرية أو مؤسسة دينية مسيحية إلى آخره. هي ليست كهذا. ولو انا ذكرت 7 معايير انسانيه اللي انا ذكرتهم دول، هنلاقيهم متقاطعين في كل الاديان وفي كل الاعراف: الوحده، انسانيه، تطوع، عدم الانحياز، الحياديه، العالميه، وكذلك الاستقلاليه. فدي المعايير الانسانيه اللي احنا بنتكلم عنها في المؤتمرات في الاجتماعات، ان احنا بنتكلم عنها ونحاول ان كل مؤسسة كل جمعية تلتزم بيها، خاصة في مناطق الصراعات، خاصة في مناطق الصراعات زي في اليمن او في سوريا او في ميانمار او في الكونغو الديمقراطية او في جنوب السودان او في العراق او في اي مكان في العالم. دي الاشياء الملموسة. لكن احنا بقى ازاي هنصنع انسانيتنا من خلال السلوك الداخلي للنفس البشرية؟ هنا هنتفرج علينا احنا، انا كفرد او انتم كاشخاص، نساء ورجال، شباب وكبار، كيف النفسنا البشرية سلوكها الداخلي اللي هينادي بال7 معايير انسانية دي، كيف نظبطها من الداخل، وعلى اي شيء هتكون صناعة انسانيتنا. لان كل واحد فينا عنده إنسانيته، لديه إنسانيته الخاصة به أو الخاصة بها. تانية، فإنسانيتنا أساسها الإيمان، عمودها الإخلاص، بناءها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، ومذاقها الإحسان. أقولها تاني، إنسانيتنا أساسها الإيمان، عمودها الإخلاص، بناؤها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، مذاقها الإحسان. بعد كده ده الهرم اللي احنا هنتكلم عنه في 6 أساسيات في السلوك الداخلي للنفس البشرية الذي يصنع إنسانية كل فرد منا. 7 معايير إنسانية بتوع الصليب الأحمر الدولي اجتمع عليها العالم كله، احنا عرفناهم قلناهم قبل كده. 6 أساسيات الداخلية في النفس البشرية هذه هي وغيرها بتكون إنسانية كل فرد مننا، بتكون إنسانية كل فرد مننا. أساس الإنسانية الفردية ليا ولنا جميعا هو الإيمان، مدى إيماننا برسالتنا، مدى إيماننا بأنفسنا، مدى إيماننا بقيمنا، مدى إيماننا بديننا، مدى إيماننا بمجتمعنا، مدى إيماننا بوطننا، مدى إيماننا بأخلاقياتنا اللي بننادي بيها، مدى إيماننا بروح العمل اللي احنا عايزين نعمل ونتجاذب ونتقوى ونساعد به الناس.
مدى الايمان ده هو القاعده الاساسيه اللي احنا بنسميها باللغه الانجليزيه الفاونديشن بتاعت انسانيتنا. اساس انسانيه كل فرد منا تتحكم في سلوكه الاخلاقي هو الايمان. وهنا احنا مش بنقول ده مسلم وغير مسلم او مسيحي او يهودي او بوذي، لا لا لا، الايمان بالمهمه اللي احنا مكلفين او منوطين بالقيام بها. سواء كنت انا بشتغل مع الصليب الاحمر الدولي، مع مؤسسه اسلاميه، مع مؤسسه مسيحيه، مع مجتمع في اي مجال من مجالات العمل، سواء كان هذا عمل انساني، عمل تنموي، عمل اقتصادي، عمل سياسي، عمل اي عمل بيفيد الناس ويفيد البشريه. يبقى اساس انسانيتنا الذي يحدد بطريقه اساسيه اخلاقيات السلوك لنفسنا البشريه هو الايمان. هو الايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا. زي ما يعني ايه قال الله سبحانه وتعالى: وهيا نؤمن ساعه. كان صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم او صحابه او حواري المسيح عليه السلام او حواري موسى عليه السلام كلها قاعده اساسيه: هيا نؤمن ساعه، نتذكر رسالتنا في الحياه. لان الايمان هو القاعده التي وقف عليها كل نبي وكل رسول وكل مصلح اجتماعي. الايمان يعلو وينخفض او يهبط. الايمان بيرتفع بينزل. فلذلك احنا لازم نقف على قاعده صلبه نقف عليها من اجل ان نصنع انسانيتنا. لكل منا انسانيه داخل نفسه البشريه. دي النقطه الاولانيه. النقطه طبعا ما حدش بيشوف الايمان، الايمان مش مكتوب على ايه؟ على وشنا كده. هتلاقي ماشي في الشارع كده ويقول ايه؟ أنا مسلم، أنا مسيحي، لا، الإيمان هنا أهو. ما استقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما استقر في القلب وصدقه العمل. النقطة الثانية في صناعة الإنسانية للنفس البشرية هو الإخلاص. أنا مخلص لمن؟ أنا مخلص لنفسي أنني أريد أن أعلو بها لكي تصبح تعتلي المناصب او تكسب الاموال او يقال عنها انها كذا وكذا وكذا وكذا، ام انا مخلص لربي؟ ام انا مخلص لديني؟ ام انا مخلص لمجتمعي؟ ام انا مخلص لرسالتي؟ الاخلاص هو في الداخل، داخل النفس البشريه، ولا يعلم هذا الامر الا الذي خلقنا. لا استطيع ان انا اتي لاحد من الناس واقول له انت مخلص او غير مخلص، انت مؤمن او غير مؤمن. هذه الاشياء يعرفها الله سبحانه وتعالى حتى لا تدركها الملائكه، لان الملائكه تسجل الاعمال، لا تسجل النوايا وقدر الايمان داخل النفس البشريه. ونفس وما زكاها، ها، ونفس وما سواها فألهمها فجرها وتقواها. شوف ما سوى النفس، كل منا لابد أن يسوي نفسه بالإيمان وبالإخلاص. كيف أعرض إخلاصي على المجتمع؟ فلذلك الإخلاص اللي هو ركيزة من ركائز تسوية أو صناعة إنسانية النفس البشرية مهم جدا علشان نطبق المعايير الإنسانية السبعة اللي اتكلم عنهم المجتمع الدولي ومنظومة الصليب الأحمر وكل مؤسسات الهلال الاحمر العربيه واللي في العالم العربي والعالم الاسلامي وغيره. الايمان هو القاعده، الاخلاص هو العمود. يبقى الاخلاص هو ده، شايفين الهرم ده؟ هو اللي تلتف حواليه كل السلوكيات الاخرى. الايمان قاعده والاخلاص اللي هو العمود اللي في النص ده. الكمال، كمان اللي هو ايه؟ يبقى اساسها الايمان، عمودها الاخلاص، بناؤها الكمال. نتمنى
ان احنا نبني شيء كامل لا يقصي احد ويسع الجميع. نتمنى ان انسانيتنا في نفسنا البشريه واخلاقها تسع الجميع، تسع من يغتابون ويتحدثون عنا، ومن هم اقرب الناس الينا، ومن هم بعيدون عنا، الى اخره. لان هو الكمال البناء بتاعها كله عايزين نكمله، زي ما كان في الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لاصحابه، وده يتفق مع كل ما صنعه او انجزه الانبياء ورسل من قبل. مثل يمثل الانبياء من قبل في معنى الحديث، كرجل بنى قصرا او بيتا، ما اجمله وما احسنه وما 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 الا ركن ناقص فيه. فانا هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن نفسه، انا هذا او انا هذه اللبنه. لذلك كان الكمال هنا يدل على ان البناء الذي بنته، الذي بناه الانبياء والرسل والمصلحين، هو بناء بنته الاجيال التي ارادت ان تبني مجتمعات وتؤثر لبناء حضارات وتنقذ البشريه من ويلات النفس الاماره بالسوء. اساسه، اساس انسانيتنا الايمان، عمودها الاخلاص، بناؤها الكمال الذي يتكامل مع كل ما فعله من قبلي ومن حولي ومن بعدي. وما انا ونحن الا جزء من هذه المنظومه والمسيره البشريه التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتسعد الانسانيه منذ خلق ادم الى ان يرث الله سبحانه وتعالى الارض وما عليها. الاساس الايمان، العمود الاخلاص، البناء الكبير هو الكمال، الكمال بينا كلنا. دي نمره 3. نمره 4، لابد ان يكون لهذا البناء، ها، ثمرة ينظر إليها المجتمع وينظر إليها الناس جميعا، ليس فقط البشر بل البشر وكافة الخلائق الأخرى من طيور وحيوانات وجماد وأنهار إلى آخره، حتى الريح، حتى السماوات كلها، الرضوان. يبقى الثمرة اللي احنا بنطلعها للمجتمع بعد ما وقفنا على قاعدة الإيمان وأسسنا لعمود هذا البناء اللي هو الإخلاص، وبنينا بناء الكمال، بنبرز للمجتمع بتاعنا ثمرة الرضوان، إن أنا راضي، أنا عن ربي راضي. راضي عن ربي في اليسر وفي العسر، في المنشط وفي المكره، في الصحة وفي المرض، في الفقر وفي الغنى. راضي عن ربي في كل الاحوال. فان رضيت عن ربي في عسرتي رضي الله عني سبحانه وتعالى وفتح لي الابواب. لما ننظر للمثل الجميل لسيدنا ايوب عليه السلام، كان يخجل ان يدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء بعد ان مرض بالجذام لاكثر من 18 عاما. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربي أنا، أنت عارف يعني، لكن أنت أرحم الراحمين وأوكل نفسي إليك. هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. يبقى النفس التي تبني نفسها من الداخل تستطيع أن ترضى عن الله وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لها من نعيم أو ما اختبرها فيه من شدة وكرب. يبقى قاعدة الإيمان، العمود الإخلاص، البناء الكمال، والثمرة هي الرضوان، رضي الله عنه ورضوا عنه، والذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ورضوان إلى آخره. بنرجع مرة أخرى لهذه النفس البشرية اللي احنا بنتكلم عنها، لتستطيع أن تصنع إنسانيتنا من الداخل لابد أن تتوفر فيها على الأقل هذه الست نقاط او الست اساسيات او الست قواعد: ايمان، اخلاص، كمال، رضوان.
بعد ما يكون عندنا الثمرة اللي احنا لابد المجتمع ينظر إلي وأنا بعمل من أجل العمل الإنساني أو من أجل العمل المجتمع اللي بنتكلم عنه الإصلاحي، ويرى علي أن أنا راضي، يرى أن أنا راضي، زي ما كان المثل ضرب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تبرع بكل ماله. وفي حواريين للمسيح وسيدنا موسى عليه السلام برضه عملوا أشياء لا تختلف عما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في أوقاتهم، وعاش عيشة بسيطة جدا. فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له اسألوا عن من؟ عن حال سيدنا أبو بكر بعد أن تبرع بكل ما. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبو بكر رضي الله عنه قال له إن الله إن جبريل إن الله أرسل جبريل يقرئك السلام يا جبريل يا أبو بكر ويسألك يسألك أنت راضي عني يا أبو بكر؟ شفت قد إيه؟ حينما يرضى أبو بكر أو يرضى حواري المسيح وحواري عيسى عليه السلام وكذا 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 عن الله في الشدة في العسر وفي المنشط والميسر يتفقدهم الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا ننظر على أن الرضوان ده هو ثمرة الإيمان وثمرة الإخلاص وثمرة كمال البناء بالتوافق مع المجتمع كله. النقطة الأخرى الخامسة، لابد لكل ثمرة بيكونها بذور لكي تأتي الطير والحيوان والإنسان ويأكل من هذه الثمار احنا نعرف ثمار رضوان دي، ثم يأخذ هذه البذور ليزرعها في أماكن أخرى. وتكون القاعدة البذور هذه هي بذور المغفرة والغفران. ربنا غفور كريم، كيف يغفر الله سبحانه وتعالى للعصاة ولا يغفر البشر ها لمن عصى؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفور ووضع على نفسه عهد إن لم يذنب هؤلاء العباد ويستغفروا ربهم سيأتي بمن بعباد يذنبون ثم يستغفرون ربهم فأغفر لهم. يبقى الغفران ده مهم جدا، خاصة في بناء المجتمع، خاصة في أي مجتمع داخل في مخاض مجتمع للتغيير تأويل والنفسنة وسوء الظن والتصنيف وارتفاع سقف المتوقعات اللي احنا عايزينها من المجتمع او من يتولون السلطة دون ان اغفر. ولا نتعلم ثلاث قواعد اساسية في مسيرة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اولها حينما دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، وقال اذهبوا فانتم انطلقوا. قد ايه بعد ان عذب من عذب وقتل من قتل وشرد من شرد الى اخره الى وتغرب الرسول صلى الله عليه وسلم هو واصحابه اللي راحوا على حبشه واللي راحوا على المدينه والنساء اللي انفصلت هي عن ازواجها واولادها الى اخره. ومع ذلك اول شيء عمله في ساعه النصر اذهبوا فانتم منطلقون. كرر قاعده الغفران دي نيلسون مانديلا بعد ما فعل بأهل جنوب أفريقيا الأفارقة مين على يد البيض اللي هو المحتلين، عملوا قاعدة الحقيقة والتغافر لبناء المجتمع. ما فيش مجتمع هيتبني على أساس عدم المغفرة. قد يكون في حساب من حق أي حد فينا يحاسب المخطئ، لكن في مراحل لابد أن تؤجل هذه إلى أن نبني المجتمع. من أراد أن يغفر يغفر، ومن لم يرد فمن حقه أنه يذهب إلى القضاء وإلى الدوائر الرسمية ولا يأخذ حقه بيده. يبقى البذور
وتحت ثمرة الرضوان هي الغفران. إيمان، إخلاص، كمال، رضوان، غفران. أما السادس وده سلام نفسنا أو أخلاقيات سلوكياتنا أو سلوك أخلاقياتنا التي تصنع إنسانيتنا الداخلية هو الإحسان، ده المذاق. وكأن أجمل ما في هذا البناء وهذه الثمار هي ثمرة الإحسان. ثمرة الإحسان بعد الإيمان، بعد الإخلاص، وبعد الكمال، وبعد الرضوان، وبعد الغفران. نضرب المثل دائما بهذا الخليفة الذي قتل ابنه خطأ من الخدام، خادم كان يحمل الأكل، وكان ابن ده أجمل الأولاد وأصغر الأولاد وأقربهم إلى قلبي، فوقعت يعني الصينية أو اللي هو على رأس الطفل فمات. فتذكر العبد أو الخادم آية من القرآن: الكاظمين الغيظ، وقالها لأرجل، قال له كظمت غيظي، خلاص مش حاكم ولا عافيت عن الناس، عفوت عنك. ثم كمل الآية وقال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر. تخيلوا أن الأب الذي قتل ابنه خطأ من هذا الخادم أو هذا العبد، مكافأة الأب للعبد الذي أخطأ وتسبب في قتل ابنه أنه يعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالإحسان شيء لا يكون خطبة أو محاضرة أو كلمة أو بيت شعر أو نثر أو موضوع منشأ، لا، الإحسان في أداء هذا الرجل الذي قتل أمامه ابنه ثم عفى عن القاتل و أعطاه الحرية. شوف قد إيه بقى المذاق ده، مش أي حد مننا يستطيع أن يتذوق مثل هذا المذاق إلا إن عدى على الخمس أو ست أساسيات اللي احنا بنتكلم عنها. فإن أردنا أن نعمل للعمل الإنساني لابد أن نلتزم بالسبع معايير إنسانية التي حددها العالم كله واتفق عليها، لكن لابد علينا أن نضيف إليها هي إيه؟ أخلاقيات سلوكنا البشرية التي تصنع إنسانيتنا. إن لم يكن أنا بداخلي إنسانية قائمة على الست قواعد هذه فلن أستطع على الإطلاق، وأنا أتحدى كشخص، لن نستطع تطبيق أي معيار إنساني في مجتمعاتنا، حتى ولو حفظنا القرآن، حتى ولو حفظنا الإنجيل، حتى ولو حفظنا التوراة، حتى ولو حفظنا كل الكتب السماوية، لأن هنا تسوية النفس وتزكيتها، هنا قاعدة الإيمان وحقيقة الإيمان، ثم الإخلاص الذي لا يرى سبحانه إلا الله سبحانه وتعالى والشخص. لا تستطيع أحد أن يقول لك أنت غير مخلص، ده عملك يدل عليك وعلى إخلاصك وعلى نيتك. ثم تتكامل، ودي صعبة جدا. التكامل ده معناه إيه؟ معناه أن أنت بتتنازل من جزء من شخصيتك الاعتبارية للآخرين، تسعد إذا مدح الآخر وتقدم الآخر عليك لكي يكتمل البناء، لا تسبقه، وإن كنت أنت الأقوى والأصلح والأعلم. ثم تخرج لنا ثمرة رضاك عن الله سبحانه وتعالى في المنشط والمكره والعسر واليسر،
تخرج من هذه الثمرة بذور الغفران التي تنشرها في كل مكان في العالم لكي يتذوق العالم مذاق الإحسان. مذاق الإحسان، مذاق الإحسان. وبالتالي إن أردنا أن نتكلم عن بناء مجتمعي أو نتكلم عن وئام مجتمعي أو نتكلم عن لملمة الجراح أو نتكلم عن عمل إنساني، حتى الأعمال غير إنسانية، اللي هي مش غير إنسانية يعني، حتى الأعمال الأخرى، حتى الأعمال العسكرية لابد أن تكون عندها هذه النفس. حتى حينما نقبض على المجرم الذي قتل أو الذي سرق أو الذي فعل لابد أن تكون عندنا هذه النفس الإنسانية. لو كنت أنا ضابط بوليس، حتى في الحرب مع الأسرى ومع المرضى ومع المشايخ ومع المستشفيات ومع الحيوانات ومع المياه، كما دلل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قبل، وعلى أماكن العبادة، لابد أن تكون هذه هي إنسانيتنا مع أعدائنا كذلك، ناهيك عن إنسانيتنا مع أبناء وطننا إلى آخره. ولذلك نرجع لاسم الكلمة من الأول، أول سؤال، كيف نصنع إنسانيتنا؟ هذا هو السلوك الداخلي، هذا هو السلوك الداخلي لنفسنا البشرية إن أردنا أن نصنع إنسانيتنا بأيدينا في الداخل قبل أن نتحدث عن الإنسانية ومعاييرها في الخارج. إذا أردنا أن نصنع إنسانيتنا فلابد أن نلتزم بإنسانيتنا، هي أصل، نرجع بقى لها، إنسانيتنا، لا هتلاقوني، إنسانيتنا هي أساسها الإيمان، عمودها الإخلاص، بناؤها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، مذاقها الإحسان. أقولها تاني عشان ما ننساهاش، إنسانيتنا أساسها الإيمان، عمودها الغفران، بناؤها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، ومذاقها الإحسان. أتمنى أن نتكامل جميعا في وضع هذه الأخلاقيات داخل أنفسنا لكي نستطيع أن نصنع إنسانيتنا. فإن صنعنا إنسانيتنا داخل أفئدتنا استطعنا أن ننقذ البشرية ونجعل من الإنسانية شيء مرموق نستطيع أن نحتفل أو نتباهى به جميعا. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.